السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أيمن تكر. في هذا الفيديو هنتعرف على كيفية شراء دومين جديد وربطه باستضافة موجودة في حسابك على هوستنجر. هوستنجر تعتبر من أفضل الشركات في استضافة المواقع، سواء كانت مواقع الورديبريس أو المواقع المصممة باستخدام الكود. أول خطوة ندخل للوحة التحكم الخاصة بالحساب بتاعنا. لو لاحظتوا معي أنا عندي هنا مجموعة من السيرفرات المختلفة، عندي 3 أنواع من السيرفرات، النوع الأول Cloud Enterprise، النوع الثاني Cloud Startup، النوع الثالث Cloud Startup، وعندي مجموعة بتاع الدومينات. هنبدأ أول خطوة من لوحة التحكم، بختار الدومينز، بختار Get New Domains عشان أقوم بشراء دومين جديد. الآن بقوم بإدخال الدومين الذي أريد أن أقوم بشراءه، بدخل الدومين وبضغط على زر Search عشان أقوم بعملية البحث. عشان أشوف الدومين ده متاح أم غير متاح. لو لاحظتوا معايا الدومين الذي أريد أن أقوم بشرائه متاح، وهي التكلفة بتاعة شراءه أو الاشتراك الخاص به في السنة. بضغط على Buy Now. عند خيار أنه لو وسيلة الدفع اللي أنت مسجلة كوسيلة دفع أساسية أو افتراضية في حسابك، أنك تقوم بعملية إكمال الشراء أو تقوم بالضغط على Edit. هنا بتيح لك مجموعة بتاعت وسائل دفع مختلفة، سواء كنت عايز تدفع بالباي بال أو تدخل بيانات الفيزا أو تدفع بجوجل باي أو أبل باي أو تدفع بالعملات الرقمية الكريبتو كرانسي أو تدفع بعلي باي. أنا حقوم بالدفع من استخدام بطاقة الفيزا الخاصة بي. فهي الخطوة مفترض أدخل بيانات البطاقة الخاصة بي وبضغط على زر الباي ناو. حقوم بإدخال بيانات البطاقة وبضغط على زر الباي ناو. بعد إدخال بيانات البطاقة وعملية الدفع هيظهر لك أنه تكمل البيانات بتاعة الريجستريشن، بيانات التسجيل الخاصة بتاعة الدومين. عندك خيارين، إما أن تستعمل البيانات المسجلة سابقا في الحساب بتاعك أو تضغط على Add New Profile. أنا هستخدم نفس البيانات اللي كنت مسجل بها سابقا الخاصة بتاعة الدومين. هضغط على Finish Registration أنه أكمل عملية التسجيل. كده تم التسجيل بنجاح، بضغط على Continue. كده الآن أكملنا عملية شراء الدومين بنجاح. الخطوة اللي بعدها أنه أقوم بعملية ربط الدومين بسيرفر خاص بينا. حضغط على Connect Your Website to Your Hosting Plan. بختار السيرفر الموجود في الحساب بتاعي. بضغط على Select Plan. في هاي الخطوة بيزني نوع الموقع بتاعي، سواء كان متجر إلكتروني أو مدونة أو موقع تجاري أو موقع تعريفي كبورتفوليو. تمام، او اي نوع اخر. انا هختار اونلاين ستور باعتبار ان انا حاصمم متجر الكتروني. هنا بيعطيك خيارين، اما موقع جديد او تقوم بعملية نقل الموقع. انا هختار انه عايز انشئ موقع جديد. هنا بيسألك البلاتفورم او المنصة اللي انت حصمم على، هل هتكون هوستنجر ولا هتكون ويرديبريس. في الفيديو اللي هتجده في علامة الاي في اليمين او اليسار على حسب اللغة اللي انت فاتح بها اليوتيوب، هتجد فيديو بيشرح لك كيفية تصميم موقع باستخدام الهوستنجر بيلدر أو المصمم الخاص بتاع هوستنجر باستخدام الذكاء الاصطناعي. في هاي الفيديو أنا هقوم بتنصيب الويردبريس، هختار الويردبريس، أضغط على Select WordPress. في هاي الخطوة بيسألك عن بيانات الخاصة بحسابك على الموقع الإلكتروني اللي أنت تريد إنشاؤه باستخدام الويردبريس. ممكن تغير اللغة وممكن تغير الإيميل الأساسي للموقع وتدخل كلمة المرور. بعد إدخال كلمة المرور بضغط على Continue. هنا بيسألك أنه أنت تثبت أو تنصب واحدة من الإضافات الموجودة أو الخاصة بتاعت الويردبريس. أنا هأضغط على Escape أنه أعمل لها تخطي. في هاي الخطوة بيسألك عن تثبيت قالب للموقع بتاعك، أنا هأضغط على تخطي Escape. هنا بيسألك أنه يعمل لك عملية بتاعت إنشاء للبراند للموقع بتاعك أو المتجر بتاعك باستخدام الذكاء الاصطناعي، أنا هأضغط على Escape. لاحظ معي هنا ظهر لي الدومين الذي قمت بشرائه. أنا لو عايز أضيف دومين جديد سواء كان موجود في استضافة أخرى أو في أي شركة دومينات أخرى، أنا ممكن أضغط على Select. في أحد الفيديوهات القادمة هنتعرف على كيفية ربط الدومين تم شرائه من استضافة أخرى، مثلا جودادي أو نيمشيب، باستضافة موجودة على هوستنجر. هنكمل الفيديو بتاعنا بأن نضغط على Select، نختار الدومين اللي قمنا بشرائه. بنتظر الآن عملية تثبيت الويردبريس على الاستضافة الخاصة بنا وربطها بالدومين اللي قمنا بشرائه. لاحظ معي الآن بيقوم بتثبيت الـ SSL للدومين الخاص بنا.
بعد اكتمال عملية التثبيت بنجاح بيظهرك الخيار أنه تدخل للوحة التحكم الخاصة بتاعت الووردبريس، أو بيعطيك خيار أنه تدخل على لوحة التحكم الخاصة بإدارة الموقع نفسه. أنا حضغط على الدخول إلى لوحة التحكم الخاصة بإدارة الموقع نفسه. لاحظ معي ظهر لي رسالة بين لي أنه لسه لم يكتمل عملية الربط بالكامل للدومين، حانتظر بين 60 دقيقة لأربع ساعات لاكتمال عملية الربط بالكامل. بعد اكتمال عملية الربط لو عملت ريفريش هتلقى أنه الرسالة دي اختفت. هتضغط على الآد بانل عشان أنا أدخل لوحة التحكم الخاصة بالموقع بتاعي القمت بتثبيته على السيرفر هوستينجر. لاحظ معي أنه تم فتح لوحة التحكم لكن حاليا في وضع البريفيو، يعني في وضع العرض حتى اكتمال عملية الربط بالكامل بين الدومين والسيرفر. هاي العملية بتاخد بين 60 دقيقة لأربع ساعات وحيكتمل عملية الربط بالكامل. عشان تتأكد من انه انا عملية الربط اكتملت بالكامل لو انا عملت ريفريش مفترض تختفي هاي الرسالة. كده ببساطة تعرفنا كيفية شراء دومين جديد وربطه باستضافة موجودة اصلا على حسابنا على هوستينجر. ما تنسى انك تعمل اعجاب الفيديو ومتابعة للقناة عشان يصلك اشعار بكل فيديو جديد ننشره على القناة.